الخير على حضراتكم، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج مصر جميله. تحياتي لحضراتكم، واتمنى لحضراتكم ان شاء الله اجازه نهايه الاسبوع طيبه باذن الله. النهارده كالعاده بنبدا مع حضراتكم فقرات مصر جميله بالاخبار. الخبر الاول بيتحدث عن البيان الاعلامي للجمعيه العامه الاولى للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. انعقدت الجمعيه العامه الاولى للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي تلبيه لدعوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بدعوة مؤسسات وكيانات الجمعية العامة للتحالف الوطني للانعقاد، حيث رأس الجمعية العامة أكبر الأعضاء سنا، ثم بدأت الجمعية بشكر السيد رئيس الجمهورية على رعايته التحالف الوطني، ثم تم استعراض الإجراءات القانونية لإتمام أعمال الجمعية واستكمال تأسيس التحالف الوطني، كما استعرضت اللجنة المؤقتة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 76 لعام 2024 الإجراءات التي تم اتخاذها لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتكون تحت بصر الجمعية العامة في أولى انعقاد لها. كما جرى اليوم الانتخاب 21 عضوا لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني من أعضاء الجمعية العامة تحت إشراف لجنة محايدة من غير أعضاء الجمعية العامة برئاسة المستشار محمود فوزي، وتطبيقا للقانون سيعين السيد رئيس الجمهورية عدد 4 أعضاء بعضوية مجلس الأمناء ليكتمل النصاب القانوني لمجلس أمناء التحالف الوطني بعدد 25 عضوا وينعقد لممارسة مهامه. ده بالنسبة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وده يعني تفسيرا لأنه هيكون هناك الحقيقة خطة متكاملة لعمل الجمعيات والمؤسسات التنموية، وهتكون هذه الخطة وفق الحقيقة خطط الدولة وبتتماشى مع مؤسسات الدولة حتى يكون عمل منجز للدولة المصرية ومساعدة في الحقيقة التنمية والاقتصاد وكل المجالات الحياتية. أخبار مصر جميلة أيضا، مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعات، لدينا 35 مركز بالمحافظات. قالت الدكتورة مها فخري مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات المصرية أن المشروع تنفذه وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ويدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتم إنشاء 35 مركز في 37 جامعة، وبنهاية العام الحالي 2024 سيكون لدينا 46 مركز على مستوى الجمهورية. زي ما بنقول دايما أنه مراكز التطوير المهني بالجامعات دي شغالة داخل الدراسة وفي أوقات الصيف، تقدروا تاخدوا كورسات، تقدروا تاخدوا تعملوا أبحاثكم، أمور كتير جدا. لازم أنا بوجه يعني أبنائنا الطلبة والشباب حتى الخريجي أو حديثي التخرج إن هم يقدروا يعني يتوجهوا لهذه المراكز اللي بتقدم خدمات مجانية عشان يقدروا يستفيدوا منها بشكل كبير جدا. وده زي ما الخبر قال على مستوى الجمهورية، وهيكونوا إن شاء الله 46 مركز في نهاية 2024. في خبرنا الأخير النهاردة في مصر جميلة، ذكرى ميلاد الروائي الكبير جمال الغيطاني. تحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب والكاتب جمال الغيطاني الذي ولد في 9 مايو عام 1945، ويعد واحدا من أهم الروائيين في العصر الحديث، حيث كتب العديد من الروايات والمجموعات القصصية التي حققت نجاحا ورواجا على مستوى الوطن العربي. ترك الكاتب الكبير جمال الغيطاني الكثير من المؤلفات المتعددة، من أهمها روايات الزيني بركات والمجالس المحفوظية ووقائع حارة الزعفراني. والحقيقة كمان كاتبنا الكبير رحمة الله عليه كان لديه برنامج يتحدث عن أهم القصص التاريخية اللي سطرت في شوارع المحروسة وأهم الأماكن، وكانت الحقيقة قصص بديعة رحم الله
الكاتب الكبير جمال الغيطاني. عندنا ايه في مصر جميلة النهارده؟ سريعا، اختتمت اول امس فعاليات الدورة الاولى لمهرجان بردية لسينما الومضة، والذي تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون، وده تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية. وشارك في الدورة الاولى للمهرجان واللي انطلق عليها اسم المخرج الراحل عاطف الطيب 16 دولة وبرنامجا حافلا لثقافات الشعوب، وكتير من هذه الموضوعات. وزي ما بنقول دايما انه مصر بتحتضن كافة الثقافات وكافة الفنون، وبالتالي مثل هذه المهرجانات هي لها تأثير كبير جدا على الثقافة العامة والثقافة المصرية. زي ما بنقول دايما نحن نعطي دروسا كثيرة من الحقيقة الاهتمام بالثقافة والأداب ومبدعينا، وبالتالي نأخذ الكثير أيضا من لديهم هذه الثقافات. فبذلك نحن يعني تشملنا أو تشمل الحقيقة مصر بكل أركانها الحفاظ على الفنون والثقافة، ودي سمة الشعوب المتقدمة إنها تكون على ثقافة عالية في كافة المجالات. ده هيكون إن شاء الله موضوع من موضوعاتنا. هتشرفني في هذه الفقرة الكاتبة عزة أبو اليزيد، مؤسس ومدير مهرجان بردية لسينما الومضة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بردية للثقافة والفنون. طبعا ده احد موضوعاتنا. الموضوعنا الثاني القضية الاهم في مصر، مع ارتفاع معدلات الامية في مصر جزء كبير جدا بتشتغل عليه الجامعات المصرية، وهي ان هي بتلزم خريجيها بوجود 10 من ما تم محو اميتهم. الحقيقة في هذا الامر وفي هذا الموضوع مجهود مهم وكبير، لكن الاسئلة المهمة في هذا الموضوع: هل بيتم متابعة هؤلاء من محي أميتهم وتقدموا واستلموا شهادات محو الأمية؟ ده جزء مهم جدا. هل استمروا في العملية التعليمية؟ كمان سؤال مهم جدا: مين هم المستهدفين؟ هل في قاعدة معلوماتية بيانية نحن نقدر نستند عليها لكل محافظة، نحن نقدر نوجه طلابنا ان هم يفضوا وقت من وقتهم لتعليم ومحو أمية الكبار في مصرنا الحبيبة؟ ولا يليق أبدا انه يكون عندنا هذا الحجم وهذا الرقم من الأمية، والأمية هنا أعني الذي لا يعرف الكتابة والقراءة، وده جزء خطير جدا في حياتنا. إنه هذا الأمر يزيد مع تطور التكنولوجي، مع بناء مصر الجديدة والجمهورية الجديدة، هذا لا يستقيم أبدا. فهنا جزء مهم ووقفة مهمة جدا لهذا المشروع اللي أنا بعتبره إن هو المفروض يبقى مشروع قومي، وتكون له لجنة مهمة جدا بتحدد صلاحيات هذا الملف. طبعا احنا بنتكلم انه من هذه المشكلات بتقوم الجامعات المصرية زي ما انا قلت لحضراتكم بمجهود كبير في القضاء على الأمية، وليها اثار كبير جدا بقى من اقتصاد، من اجتماع، امور كتير جدا لازم نحل هذا الامر. هنتناقش ان شاء الله مع حضراتكم في هذه الفقرة بشكل كبير وبشكل موسع. وزي ما يمكن عندي هنا في الخبر انه حققت جامعة المنصورة انجاز غير مسبوق في مجال محو الأمية على مدار سنوات عديدة، وأخرها حصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات في محو الأمية دورة إبريل 2024. وده جزء من حوارنا النهاردة، إزاي قدروا يعملوا ده، إزاي كمان بيتابعوا هذا الموضوع بشكل يعني مستمر. لأنه مش فكرة إن أنا هجيب ناس أو هجيب 10 وهياخدوا شهادة محو الأمية ويتوقف على هذا الأمر. ده موضوع مهم جدا بالنسبة سواء لطلابنا اللي هم بيتحركوا في هذا المجال. طب هل في منهج لده؟ كل ده هنعرفه مع حضراتكم في الفقرة بإذن الله اللي يعني هتكون معانا في مصر جميلة. بعد الفاصل إن شاء الله ألتقي بحضراتكم، ابقوا معنا. هم 100 سنة وأكتر شوية، ويعني فكرة الأغنية وانبهار الحقيقة زي ما أطلق على مصر هوليود الشرق بيفرق كتير قوي. طب ليه هذا الاسم أطلق؟ وفكرة كمان تداعيات كافة المهرجانات على المستوى العالمي والمستوى المحلي تحتضنها مصر، ايه اللي بنكتسبه من هذه المهرجانات؟ كل مهرجان وكل مؤتمر فني ليه شعار وليه سلوجن،
وليه فكرة بنقدر نوصلها، سواء إدارة المهرجان بتوصلها للمتلقي أو للشعوب اللي هي بتقوم على أرضها هذا المهرجان، أو إن هي بتستقي ثقافات مختلفة من كافة الدول المشاركة. هنا الأساس تظل مصر هكذا تحتضن كافة الثقافات منها وإليها. خلوني أرحب بضيفتي وضيفة حضراتكم، برحب بالكاتبة عزة أبو اليزيد، مؤسس ومدير مهرجان بردية سينما ومضة، مهرجان اسمه مهرجان بردية واسمه سينما ومضة المهرجان، صح كده؟ أهلا وسهلا بحضرتك. شرفت بحضرتك. كلميني من فضل حضرتك على المهرجان والرسالة الأهم اللي بتطلقوها من خلال هذا المهرجان. أهلا بحضرتك، شرفت بيكم جدا ومبسوطة أن أنا وستيكم جدا. هو المهرجان بدأت فكرته لما اتفرجت على فيلم 3 دقايق ونص وعجبني قوي قوي، فسألت القائمين على الفيلم انتوا ليه ده مش منتشر؟ قالوا لي احنا بقالنا سنين قوي قوي كتيرة جدا بنشتغل الأفلام دي وبنشارك في مهرجانات، ولكن لا نصعد للمسابقات الرسمية، بياخدونا مجرد عدد في المهرجانات ولا لينا عرض جماهيري. فقررت ان انا اول ما اخلص أوراق مؤسستي اللي هي بردية للثقافة والفنون، أنا دايما أعمل أبدأ بالمهرجان، إن أنا أعمل الفكرة دي. فبقى المهرجان كله أفلام لا تتخطى 5 دقائق، كل الأفلام اللي شاركت معنا من أول لحظة لغاية النهاية في الختام لا تتخطى 5 دقائق. عشان كده اخترت ومضة، هذا حقيقي، عشان قصر وقت الأفلام دي. متناهية الصغر، أفلام شديدة القصر. تمام. ده جزء مهم جدا، واعتقد انه التكنولوجيا اللي بقينا فيها مع سرعه الوقت وسرعه الانجاز ده خلانا نوصل. يعني مثلا لما نيجي نتفرج على السوشيال ميديا، اي فيديو اكتر من دقيقه ونص خلاص ما بقاش بيحوز على اهتمام الناس. ان انا اعمل ده سينما واعمل له مهرجان، اعتقد ان كان ليكوا قواعد في هذا الامر. ايه هي القواعد بتاعتك؟ كان لينا قواعد وكان لينا شروط، ان هو ما يكونش متصور بالموبايل، لان انا كانت تهمني الجوده، لان انا اشترك معايا عدد من الدول تخطى ال 14 دولة، حوالي 16. عظيم. فكنت حابة ان الافلام المصرية كمان تدخل بتقلها، يعني ما كنتش احب ابدا يبقوا هم برا عاملين بجودة عالية واحنا افلامنا المصرية مشاركة ابدا. يعني المشاهد دي بكاميرا سينما طبعا. كويس. وده كان ده كان شرط. وطبعا موضوع الخمس دقائق وان الافلام تكون لم تعرض على منصات السوشيال ميديا من قبل كمان، علشان تبقى الافلام بالنسبه لنا تمام جديده. كلميني عن الدول اللي شاركت، كم دوله وهم ايه بالظبط؟ الدول كتير قوي شاركت، حوالي زي ما قلت لحضرتك حوالي 16. يعني في دول انا يعني احنا عملنا لينك، مجرد لينك بس الناس تقدم عليه، ونشرناه تقريبا في كل مكان يعني ممكن. فجالنا بقى من إيران وجالنا من كل البلاد العربية والأوروبية، الحقيقة جالنا يعني احنا والأفلام المصرية كانت كتير. بس هو اللافت للنظر ان في بعض الدول العربية كانت مقدمة بعد مصر على طول. بمعنى ايه؟ يعني طبعا مصر العدد الأكبر في التقديم. الجزائر مثلا مقدمة حوالي 36 فيلم ما شاء الله. مثلا المغرب كانت مقدمة كتير، يعني مثلا في دولة تانية زي جنوب أفريقيا فيلم، دولة زي إيران فيلمين، قطر 3 أفلام هكذا. إنما كنتوا أستاذ عزة كنتوا بتخاطبوا وزارات الثقافة في هذه الدول، ولا كان المسابقة عامة وانتوا بتختاروا بقى؟ هي المسابقة عامة وإحنا بنختار، وجالنا 743 فيلم بالظبط ما شاء الله. ده في الأول ما بين 5 دقايق و3 دقايق. أكيد ده اللي حصل. واللي تخطى ده إحنا تجنبناه، يعني كان في مثلا الفيلم الإيراني ده كان 18 دقيقة مع إن إحنا كاتبين الشروط باللغة العربية واللغة الإنجليزية. ففي أفلام كتير الحقيقة تجنبنا مشاهدتها أصلا لأنها لا تخضع للشروط. فال 740 فيلم دول صفتهم لجنة المشاهدة، مشكورة برئاسة الكاتب الكبير السيناريست الجميل ناجي عبد الله، صفوهم بقوا 36 فيلم، 21 فيلم مصري و14 فيلم غير مصري. جميل. اختيار اسم المخرج المبدع الحقيقة الراحل عاطف الطيب له هدف بالتأكيد. ليه هدف؟ نعم. ليه أهداف الحقيقة. أنا دايما بشوف إن هو عمره الحياتي كان قصير، ولكن إبداعه جميل، ولحد النهاردة بنتفرج على أفلامه عمرك أبدا ما تزهق، وعمرك بتتفرج على أفلامه مرة واثنين وعشرة يعني. ده أولا. ثانيا بقى، بخلاف إن هو طبعا مخرج عظيم وعمل بصمة كبيرة جدا، إن أنا اكتشفت أثناء التحضير للمهرجان إنه عمل قبل كده فيلم
سنة 78 يعني 46 سنة تقريبا فيلم عامله 10 دقايق وده أبهرني يعني أنا اتفاجئت وده عرضناه في الافتتاح اسمه فيلم مؤيدة رممناه بالتعاون مع المركز القومي للسينما وبشكر طبعا دكتور حسين بكر رممه لنا خصيصا للمهرجان وتعرض والحقيقة إن هو فيلم هايل و10 دقايق أنت متخيل هو بيفكر في الأفلام القصيرة جدا بقاله قد إيه وإحنا لسه دلوقتي بنعمل لها مهرجان هو سابع عصره الحقيقة صحيح زمان. صحيح الأداء والتكنيكال بتاع عطف طيب كان مختلفا وكان في ذلك الوقت حديث جدا يعني أنا أتخيل أنه أول عمل لي سواء الأوتوبيس كان عمل نقلة كبيرة جدا في شكل الكادرات وفي إدارته حتى لقيادة الممثلين داخل اللوكيشن ده كان جزء مهم جدا يعني أعتقد أنه بصمات المخرجين بتقف عند التجديد اللي هم بيحدثوه دايما في أفلامهم إيه الجديد اللي لاحظتيه حضرتك في هذا المهرجان في شكل هذه الأفلام والإقبال عليها ممكن في المستقبل يبقى إزاي أنه أنا أتخيل أنه العصر بقى سريع جدا محدش هيبقى يقعد في السينما يقعد يتفرج على فيلم ساعة ونص ساعتين يعني أتخيل ده لأن احنا مكناش نتخيل أبدا أنه شاشات التلفزيون مش هنقعد الناس تتفرج على برنامج ساعة أو ساعة ونص أو ما إلى ذلك يعني. صح كده؟ ده حقيقي جدا هو الفيلم الحقيقة الأفلام بتاعتنا بتمتاز بحاجة أنا طبعا أحب بس أقول لحضرتك الأول إن أنا بقالي 25 سنة شغالة في النشر في المجلس الأعلى للثقافة فشوية الكتب واخدة من عقلي ومن تفكيري كتير فدايما اتعلمت من أساتذتنا الكبار اللي اشتغلت معاهم إن الاختزال سواء في الكتابة أو في الأفلام أو في أي حاجة بيحتاج موهبة أعلى هو ده اللي خلى الأفلام بتاعتنا مختلفة بمعنى إيه؟ يعني حضرتك دلوقتي بتعمل فيلم 3 ساعات أو بتعمل مسلسل 30 حلقة بتوصل لي رسالة عندك وقت وعندك إمكانيات إنما إن حضرتك توصل لي نفس الرسالة باقتدار شديد في 3 دقايق دي محتاجة درجة إبداع في رأيي لازم تكون أعلى صح. لأن ده اللي ميز الحقيقة أفلام المهرجان الحاجة التانية إنها شبه الجيل ده الجيل ده مختلف شوية عننا يعني كتير صح. فهم مستعجلين وده يعني ده رتم جيلهم ما نقدرش نعترض عليه عايزين يعملوا كل حاجة بسرعة عايزين يعملوا كل حاجة أسرع يعني انا ما قلت لهم بعتوا لي بروموهات الافلام بعت لي بروموهات افلام 5 ثواني 10 ثواني فالحقيقه انا كنت مستمتعه جدا بالشغل معاهم فهم دول اللي قدر يوصل الرساله هنا النجاح هنا او هنا الابداع حقيقي جدا انك توصل الرساله في اسرع وقت يعني إيه؟ زي عندنا مثلا في الناحيه الاعلاميه انه في 40 ثانيه تقدر توصل رساله ل 5 مليون شخص مظبوط لو الرساله دي مدروسه صح مظبوط لو معموله كويس وهم عاملينها كويس قوي يعني هم الحقيقه انا بقول حتى للاستاذ الجميل المخرج الكبير مجدي احمد علي هو رئيس لجنه التحكيم ولجنه التحكيم الموقره الجميله بقول لهم ان انا مبهوره ان ده اول افلام ليهم واول مستوى الولاد دول لو لقوا إمكانيات أعلى هيعملوا حاجات أجمل وأعمق ده بياخدني لسؤال تاني إنه من كلام حضرتك ده شباب هو اللي تقدم بهذه الأفلام ده حقيقي كلهم مفيش أسماء مشهورة أقصد اتقدمت بالأفلام هم كلهم ممكن يكونوا شاركوا في مهرجانات عالمية بأفلامهم إنما في كلهم في البداية يعني ممكن يكونوا عملوا أفلام كتير إنما هم في البداية وأنا كنت حابة كمؤسسة مش كمهرجان إن أنا أكتشف بعض النجوم الشباب في جميع المجالات السينمائية ونحطهم على أول الطريق ده كان سبب إن إحنا جبنا نجوم بقى يعني الحقيقة كان هدف يعني رئيسي عندي الكاتب الكبير العظيم الدكتور الأستاذ عبد الرحيم كمال والأستاذة النجمة الجميلة سوسن بدر والجميلة الأستاذة لبلبة كل الناس اللي شاركت معنا كانوا نجوم للهدف ده إن الولاد إن هم ياخدوا بإيد الولاد لأول الطريق الأسماء اللي حضرتك ذكرتيها دي لجنة التحكيم لا الأسماء اللي أنا ذكرتها الأستاذ الجميل عبد الرحيم كمال الكاتب الكبير رئيس المهرجان الجميلة النجمة الغالية علينا كلنا سوسن بدر الملكة الفرعونية الجميلة نجمة الافتتاح وضيف شرف حفل الختام كانت الجميلة النجمة لبلبة دول جم بس علشان ياخدوا بإيد الولاد ويعرفوا بيهم الناس يعني الكاميرات لما بتيجي خليني أبقى واضحة وصريحة في ده صح؟ الحقيقة جت فالولاد بقوا مع النجوم فظهروا وتعرفت الفكرة ودلوقتي في مناقشات أحب أقول لحضرتك يعني وده أسعدني دي أكتر حاجة أسعدتني في بعض الجهات عرضت عليا ان ليه ما بتعرضوش الافلام دي ليه ما تبقاش تجاري في السينمات ويبقى في خط واتجاه مش انا طبعا اللي عامل ده هي الفكره انبثقت عن وجود المهرجان ونجاحه ان ليه الافلام دي ما تتعرضش في السينمات وتبقى بمبلغ رمزي لان تكلفتها قليله يعني ليه مثلا ما نعرضش في اي سينما مشهوره اي شركه انتاج جميله تتبنى مثلا العرض وتاخد 3 افلام مثلا ويبقى مثلا التذكره على حسب التايمنج 3 افلام دول ممكن يعملوا 15 دقيقه فانا دخلت اتفرجت على
كده ومشيت على طول. وليه ما يبقاش ده فرع جديد في الصناعه بما انها بقت صناعه موجوده على ارض الواقع؟ ليه؟ يعني هو ده بقى موجود. اقول لحضرتك على حاجه، ان رواجها على السوشيال ميديا هيبقى قوي جدا، او على منصات اللي بتستخدم هذه النوعيه من الافلام. يعني بقى منصات النهارده بقى فيه سبعيات، بقى فيها 15 حلقه او 10 حلقات، ده الماكسيمم بتاع الدراما على المنصات حقيقي دي. فعلا فكره الاختزال كمان البشر. نمط المشاهده استاذه اسماء، يعني لما تيجي تتفرجي كده تبص تلاقي مثلا انه الشخص اللي بيشاهد اتفرج على المسلسل العشر حلقات قاعد خلصهم في وقت واحد مزبوط. وخلص على كده مظبوط. بس هو في مشكله، هم لو شاركوا على المنصات في مهرجانات كتير، والحقيقه ان انا اولهم مش هقبل اخدهم عندي في الشروط دي. مشكله كبيره. المفروض ان هو يجي عندك الاول وبعد كده ينطلق بقى لدور العرض او المنصات، صح كده؟ علشان انا يبقى عندي حاجه جديده اقدمها برضو للناس. وانا عامه عملت خمس ايام عروض مجانيه لل 36 فيلم عملناه في سينما الهناجر، والناس كلها شرفتنا والحمد لله، كانت ايام جميله. يعني تم اختيار دوله فلسطين ضيف شرف المهرجان، وكلمينا عن هذا الاختيار واهميته في هذا التوقيت، وهل كان هناك افلام بتدور حوالين ما يحدث في فلسطين وغزة الآن؟ احنا حبينا يكون لنا عظيم الشرف، الحقيقة ده شرف لينا كلنا. انت بتقول لهم انا معاكم بالطريقة اللي تقدر عليها، بالطريقة اللي ممكنة، ده اولا، واحنا معاهم حكومة وشعبا طبعا. الحاجة التانية ان هم عندهم جانب من الفنون عالي جدا، وللأسف الحرب طمستهم، فاحنا بنحاول قدر المستطاع نظهر الجنب. يعني انا كنت عارضة فيلمين، واحد منهم كسب، فيلم شيرين العراقي، وده جميل قوي بقى ان الفيلم مش فلسطين، هو الفيلم عراقي، ولكنه عن شيرين ابو عقله الشهيده الجميله الله يرحمها، وده رحمة الله عليها الاعلاميه الكبيره. طبعا وفي فيلم تاني اللي هو كحل بلون الدم، دي السفاره شاركت معانا بيه، ده برده كان 3 دقايق ونص. وده دايما طول الوقت ده دور الفن حقيقي. اللي بيحكي القضايا وبيحكي المعاناه وبيحكي الحلول، وبيدينا كمان الامل والتفاؤل في نهايه كل الحقيقه حدوته زي ما بيقول. هخرج مع حضرتك ومع الساده المشاهدين لفاصل قصير عن الافلام التي يعني عرضت في هذا المهرجان، ونعود مره تانية. ده فيلم العفريته مش كده؟ بيحكي عن ايه القصة؟ هو بيحكي عن، يعني كل الافلام الحقيقة بتتكلم عن افكار انسانية او عن افكار بتهاجم يعني افكار الشباب. فده بيتكلم عن الخرافات، وان انت تسلم عقلك للخرافة وتسيب ان في خرافة تتمكن منك. الحقيقة ده جزء مهم جدا. كلميني عن الافلام اللي كسبت في هذا المهرجان، وكلميني كمان عن مستوى الجودة المصري لهذه الافلام، وصلنا لقد ايه؟ هو احنا الفيلم اللي كسب كان الاول لحظة صدق، ده فيلم جميل قوي مثلته الفنانة الجميلة ياسمين رحمي. فيلم بيناقش اهم قضايا المرأة، السكوت على العنف يعني الذكوري ضد المرأة، ده هو ده الفيلم الاول. ومن اخراج المخرج الجميل هشام عبد الخالق، ابن المخرج العظيم علي عبد الخالق طبعا. ده فيلم هايل جدا، وطبعا فيلم قصير جدا برضو حوالي 3 دقايق ونص. ده بيتكلم عن العنف ضد المرأة، مش العنف ضد المرأة، هو الفكرة ان الاستاذة ياسمين رحمي اللي هي بطلة الشخصية بيجي لها رسائل من جوزها ان هو كلم باباها يضغط عليها ترجع زي كل مرة، برغم ان هو خانها وباباها اجبرها ترجع. يعني ده باين من سياق الحوار جدا، وهي مش قادرة ترد عليه. يعني عماله تقول له طب انا حصل كذا عندي في الشقة، بيقول يلا بقى ننزل نرجع زي ما كنا، ومش مشكلة ان انا خنتك عادي يعني. فهي فضلت طول الوقت تقول له حجج على الواتساب، وتقول له طب خلاص، طب اصلا انا عندي حاجات حصلت في الشقة مش قادرة انزل، اصل صاحبتي تعبانة. وبعدين في الاخر خرجت البلكونة، يعني بقول لك طبعا باختصار، خرجت البلكونة فتحت الباب وقالت انا ليه بكذب، انا مش عاوزاه فعلا. فبعتت له فويس قالت له انا يعني مش عايزه ارجع، مش هقدر اكمل. عشان كده هو اسمه لحظه صدق. بس هو عملها اخراجين لطيفه جدا، ان هو ربط ده بان هي خرجت للهواء والنور، كانت محبوسه الاول جوه الاوضه افكارها. اول ما خرجت قالت له ان انت لو يعني بتستقوى ان والدها هيرجعها زي كل مره بالعافيه، انا المره دي مش هسمح لده. لسه المجتمع بيحبس افكار ورغبات المراه، وانا بتكلم هنا على المجتمع المصري بما ان احنا ذكرنا فيلم مصري، لسه مازال ولا المراه اتحررت بجزء كبير جدا بافكارها، قدرت النهارده تاخد مجالات كتير هي ما كانتش بتاخدها، قدرت ان هي تكمل في علاقه او تنهيها، وده بقى واضح جدا بنشوفه. يعني كلميني على الجزء. احنا عندنا جنبين، في جنب من المجتمع اخذ حقه، او جنب مراه من المجتمع اخذ حقه جدا الحقيقه، في جنب تاني اللي معموله له الافلام دي. يعني ما دامت الافلام دي لسه بتناقش تبقى القضايا لسه موجوده، ولكن طبعا لافت جدا للنظر ان المراه تغيرت وحقها يعني لا طبعا
ده تمامين، ده ظاهر جدا، بقى ظاهر المرأة بتاخد طبعاً تاخد حقها وتحققت في مجالات كتيرة وبقيت عندها مجالات أوسع للتعاون. عندك دلوقتي قاضي وعندك انتي مع رأي اللي بيقول إنه المرأة بقت أقوى من الرجل دلوقتي؟ المرأة أقوى من الرجل من الأول. أنا لا، أنا القوة هنا يعني متنوعة، لكن قوتها اللي اداها لها القانون في حياتها الشخصية، في قانون الأحوال الشخصية، كمان في تبوؤها للعديد من المناصب بقت أقوى. ده حقيقي، وأنا الحقيقة أصلا متحيزة للمرأة بشكل كبير، عشان كده قلت على طول إن المرأة أقوى من الأول. طبعا اتفتحت مجالات كتير، وبقول لحضرتك لسه إن في قاضي وفي يعني كابتن طيار طبعا ما كناش بنشوفها الأول، وده جميل. بشكرك شكرا جزيلا الكاتبة عزة أبو اليزيد، مؤسس ومدير مهرجان بردية واللي انبثق عنه سينما ومضى، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بردية للثقافة والفنون. تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا يا فندم لوجودي. توفيق إن شاء الله للنسخ القادمة من هذا المهرجان. أخرج لفاصل مع حضراتكم، بعد الفاصل هنلتقي بفقرتنا الثانية وهنتحدث عن محو الأمية وهذا العدد اللي بيزيد في وقت الحقيقة أنا بسميه وقت أو نحط له علامات استفهام وتعجب، إزاي ده بيحصل في بناء جمهورية عظيمة كلنا بنتمناها، بعد هذا الفاصل.